ينفع اسال حد امتى الظلم هيفضى في بلدنا طايح؟ والكيل بالكيلين بتقيس البني ادم غني ومشهور قد ايه علشان ما تظلموش؟ والنفاق والرياء والشين ينفع اسال؟ بدي زيدت مليون تحيه لثوره 25 يناير الشهداء وشعب بيحلم حتى بافكار 25 مليون تحيه. نموذج من اخر الاستاذ فاطمه العوض بحترمه طريقه. انا كلمت حضرتك في التليفون وحضرتك ايه؟ صمتتي عن ازمتي ومشكلتي وما اتكلمتيش. يا استاذ فاطمه العوض حضرتك تشكري نقابه التنميه النفسيه على ايام محترمه ايام محترمه محدش قال حاجه. صمتك يا استاذه فاطمه عن مشكلتي طعام وطواطي حضرتك نخبة مكسرة مكسرة كمان بقى حضرتك عندك علم بكل حاجة وتسقفي للجاني على حق تضطر إليه. أيوة تضطر إليه. أشرف زكي في مداخلة مع عمرو أديب ناقد طارق الشناوي أحرجه وقال له ردك اتأخر بخصوص النجمة منى زكي والفيلم. قال له احنا عارفين التوقيت. ايه يا سول اشرف زكي هو الضابط تامر ابو نجمة واحد المنازل ما كانش اداك الاذن الامر ما كانش اداك الامر. بفكر الناس لما انا اترشحت نفسي قدامك في الانتخابات في 2019 في 3/2019 طلعت الورق بتاع الدرج بقصة على الفيسبوك مشكلتي. حصل اللي حصل واترفدت من شغلي بقالي 3 سنين ما خدتش مرتبي. لو دولة محترمة مدنية زي ما انت تقول في البيان عايز منك تعويض كل المرتب بتاعي. ان دي قصة بتاعتي كانت تتناول مشكلة التنصير في مصر لتتناول مشكلة الظلم الديني. لا انا انصر الدين الاسلامي ولا انصر الدين المسيحي ولكن بتتناول قضية واحد اتظلم فيه حقيقي موقف حقيقي. انت بتقول في بيانك من حق الفنان ان هو يتصدى. يا اخي ده انا تصديت على صفحتي على الفيسبوك على قصة عملت فيها اللي انت عملته ده وانت اللي عملت الكلام ده وفنانين اللي اتقدموا بيا بشكوى في النقابة وانت اللي تدفع الحكاية دي وحاططها في الدرج لحد ما رشحت نفسي قدامك نقيب. ما هو طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. ليه يا رسول اشرف انت صغير مش ليه انت صغير هتفضل صغير. كلامك كله كذب ولا انت بتهتم بحريه الفن ولا انت بتهتم بحريه حاجه. انت كذاب وصغير. تحيه للفنانين زي استاذ احمد حلمي والاستاذه منى زكي وكل فنان حر محترم.